الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في شرح موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بشرح الشيخ الزرقاني المالكي رضي الله تعالى عنه. وما زلنا في المقدمة التي هي في مناقب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد وصلنا فيه إلى قول ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، لما بلغته وفاته، أي وفاة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، قال: ما ترك على الأرض مثله، ما ترك على الأرض مثله. طبعا سيدنا سفيان ابن عيينة هذا قرين الإمام مالك رضي الله عنه، هذا محدث وهذا محدث. فقال: ما ترك على الأرض مثله، لما سمع بوفاته، يعني أنه كان فريد عصره. وقال: مالك إمام وعالم أهل الحجاز، ومالك حجة في زمانه، ومالك سراج الأمة، وإنما كنا نتبع آثار مالك. هذه شهادة سفيان ابن عيينة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقدمه ابن حنبل على سفيان الثوري، والليث ابن سعد، والحكم، وحماد، والأوزاعي في العلم، وهؤلاء نجوم وأعلام. لكن الإمام أحمد قدمه على كل أقرانه، قدمه على كل أقران، حتى قيل: لا يفتى ومالك في المدينة، وقالوا: مالك حجة الله في أرضه. وذكرنا أن الإمام الشافعي قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أي هو نجمهم، يعني أسطعهم وأقواهم وأنورهم، وقد جعلته حجة بيني وبين الله. يعني لو سئلت عن شيء لقلت: اتبعت كلام مالك رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام أحمد: إمام في الحديث والفقه. يعني العلماء قد يكونوا إماما في الحديث فقط، قد يكونوا إماما في الفقه فقط، لكن الإمام مالك رضي الله عنه جمع بين الفقه والحديث، جمع بين الفقه والحديث. وهذا يعني لا يجتمع لأكثر العلماء أن يجمع بين الفقه والحديث، وليقول أهل الفقه أهل الحديث. فإذا عد أهل الفقه عد معهم الإمام مالك، إذا عد أهل الحديث عد معهم
الإمام مالك. وهذه شهادة الإمام أحمد الذي هو يعني إمام في الحديث. وسئل عمن تريد أن تكتب الحديث وفي رأي من تنظر الإمام أحمد، فقال حديث مالك، حديث مالك ورأي مالك، يعني تريد أن تكتب العلم، علم الحديث أو علم الفقه، تريد أن تكتب عن من من العلماء؟ قال أكتب حديث مالك ورأي مالك في الفقه. وقال سفيان بن عيينة في حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. هذا حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ والترمذي وحسنه، يعني هو حديث صحيح، والنسائي والحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعا، نرى أنه مالك بن أنس، نرى أنه مالك ابن أنس. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، وضرب أكباد الإبل ده كناية عن السفر، كناية عن السفر، يعني يركبون الإبل ويسوقونها ويشدون الرحال عليها لأجل طلب العلم في المدينة المنورة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لأنه إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة هذا لقبه الذي شهر به. قال فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. معنى يوشك يعني يقرب، يعني يقرب الزمان الذي يسافر الناس إليه لطلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، يعني يسمعون به في كل البلاد فيسافرون إليه، يضربون إليه أكباد الإبل. وفي رواية كانوا يرونه، سيدنا أبو هريرة كانوا يرونه أنه مالك، يعني فسيدنا أبو هريرة لما يقول كانوا يرونه يبقى ده إيه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني كأنهم يتحدثون عن الغيب، أو يريد التابعين، يريد التابعين، لأنه في بعض الصحابة طبعا عمر عاش أكثر من 120 عام من الصحابة رضي الله عنهم. يقول كانوا يرونه أنه مالك. قال ابن مهدي يعني سفيان بقوله كانوا أي التابعين الذين رأوا الصحابة، يبقى الذين رأوا الصحابة من التابعين كانوا يحملون هذا الحديث على الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه برضو في من التابعين من عمر وعاش أكثر من 100 عام، فأدرك الصحابة وأدرك تابع التابعين، لأن الإمام مالك من تابع التابعين. وقال غيره هو إخبار عن غيره من نظرائه أو ممن هو فوقه، يعني قال غير سفيان على هذا الحديث، قال هو إخبار عن غيره من نظرائه كسفيان مثلا ابن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة والذين كان والزهري شيخ الإمام مالك وهكذا. وفي رواية عن سفيان الثوري أيضا كنت أقول هو سعيد بن المسيب، هو سعيد ابن المسيب، الحديث يعني يحمل عليه، حتى قلت كان في زمانه، أي في زمان سعيد، كان في زمانه سليمان ابن يسار وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك، يعني بعد أن قال إنه فلان وفلان وفلان رجع وقال إنه مالك رضي الله تعالى عنه.
وذلك أنه عاش حتى لم يبق له نظير في المدينة، حتى لم يبق له نظير في المدينة، يعني حتى النظراء ماتوا، يعني قرناء الإمام مالك في العلم ماتوا، لأنه عاش ما يقرب من 87 سنة أو 90 سنة، خلاف يعني في العمر الذي عاشه الإمام مالك، من 87 إلى 90، فمات نظراؤه، فلم يبق إلا هو حتى يتحقق الحديث ويشد الناس الرحال إليه رضي الله عنه. قال القاضي عبد الوهاب المالكي، ده من علماء القرن الرابع، قال القاضي عبد الوهاب: لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب. انظر على إلى تحرير القاضي عبد الوهاب في الحديث: لا ينازعنا في هذا الحديث، وحمله يعني على الإمام مالك، أحد من المذاهب، لا الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة. قال: إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة. محدش من علماء الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة له إمام من أهل المدينة. فيقول: هو إمامي، ونحن نقول إنه صاحبنا بشهادة السلف له، يعني بشهادة التابعين وتابع التابعين. كثير منهم حمله على الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وبأنه إذا أطلق بين العلماء قيل عالم المدينة، هذا لقبه الذي شهر به بين العلماء، يعني لم يقل هذا لا في سيدنا سفيان بن عيينة ولا في الليث بن سعد ولا في سيدنا سفيان الثوري ولا الزهري الشيخ الإمام مالك، ولا أحد قيل فيه عالم المدينة كما في الحديث: لا، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، ولم تطلق على غير الإمام مالك. ده كلام القاضي عبد الوهاب، كلام محرر. عالم المدينة وإمام دار الهجرة، وإمام دار الهجرة، فالمراد به مالك دون غيره من علمائها. قال القاضي عياض المالكي: قال: فوجه احتجاجنا بهذا الحديث من ثلاثة أوجه، يعني نحتج على أن هذا الحديث يحمل على الإمام مالك من ثلاثة أوجه. بعد تحرير كلام القاضي عبد الوهاب للحديث، نأتي لتحرير كلام القاضي عياض صاحب الشفة لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فوجه احتجاجنا بهذا الحديث من ثلاثة أوجه. الأول: تأويل السلف من التابعين وتابع التابعين، أن المراد به مالك، وما كانوا ليقولوا ذلك إلا عن تحقيق، يعني شهادة السلف وهم عدول، وهم عدول، لأن القرآن عدلهم وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى دي شهادة المولى بأنه راض عن التابعين وتابع التابعين الذين تبعوا الصحابة في هديهم، فكلهم قالوا عن الإمام مالك أن هذا الحديث، إن هذا الحديث يحمل على الإمام مالك رضي الله عنه. الأمر الثاني: شهادة السلف. يبقى تأويل السلف اثنين، شهادة السلف اللي هم التابعين، يعني شهادة السلف الصالح له وإجماعهم على تقديمه، يظهر أنه المراد إذا لم تحصل الأوصاف التي فيه لغيره ولا أطبقوا على هذه الشهادة لسواه، يعني أن السلف شهدوا له
بأن الحديث ينطبق عليه، لأنه ليس له نظير عندهم في المدينة. يبقى تأويل السلف وشهادة السلف. الثالث ما نبه عليه بعض الشيوخ أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها إلى عالم، ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى مالك. بعض العلماء قال إن طلبة العلم لم يسافروا لطلب العلم إلا للإمام مالك رضي الله تعالى عنه، حيث سافروا من شرق الأرض وغربها إلى المدينة طلبا لعلم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. ثم قال فالناس أكيس من أن يحمدوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسان. الناس أكيس يعني أزكى من أن يحمدوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسان، لأن الصالحين يقولون إيه؟ هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. فالناس لا يحمدون رجلا ولا يثنون عليه من غير أن يروا الآثار الإحسان. فالسلف أول الحديث وشهدوا له لما بلغهم من علمه، لما بلغهم من علمه وفضله. ولذلك يعني مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه في الأزهر سمعناه يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتبع مالكا في المذهب. الشيخ نعم طبعا في ومالك إمامنا في المذهب، الشيخ قال كده، وعقدنا كالأشعري الطيب. نعم أيوة، لكن احنا سمعناها منه مشافهة، يعني سمعناها منه. يعني سبحان الله، الأئمة الأربعة طبعا كلهم على خير رضي الله عنهم. الإمام أبو حامد الغزالي كان يريد أن يعمل مذهبا خامسا، لأنه كان مؤهلا لذلك، يعني كان يعد من المجتهدين. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في غرفة ومعه الأئمة الأربعة، فخرج كل إمام من جهة، يعني من جدار، يعني الإمام مالك خرج من باب في جدار من الجدر الأربعة، والإمام الشافعي خرج من جدار، والإمام أبو حنيفة خرج من جدار، والإمام أحمد خرج من جدار. قال فوقفت متحيرا، يعني يريد أن ينشق له جدار حتى يخرج منه، يبقى إذن إيه بالمذهب الخامس. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من الباب الذي خرج منه الشافعي، قال فعلمت أنه اختار لي مذهب الإمام الشافعي فخرجت منه. ولذلك ألف ثلاثة كتب في أصول المذهب الشافعي. الإمام أبو حامد ألف ثلاثة كتب في أصول، من ضمنها المستصفى، أشهرها المستصفى في أصول مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. واختار لشيخنا الإمام الجعفري مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، وأخذ عنه الموطأ، سمعه منه كله وحفظه، حفظ الموطأ في 11 ليلة. الإمام الشافعي حفظه في 11 ليلة، وذهب إلى الإمام مالك وكان صغيرا وهو حافظ للموطأ، فكان لما يقرأ في الموطأ يقرأ من حفظه،
الإمام مالك، الإمام الشافعي رضي الله عنه. ولذلك قال جعلته حجة بيني وبين الله، وكان لا يقدم عليه غيره. يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وروى أبو نعيم عن المثنى بن سعيد قال سمعت مالكا يقول ما بت ليلة إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الفضل العظيم. ما بت ليلة إلا ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في الدرس السابق أنه لم يلبس نعلا في المدينة ولم يقض حاجته في المدينة، كان يخرج حدود الحرم، ولم يركب دابة في المدينة، احتراما للأرض التي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الاحترام وهذا التوقير، طبعا جعل له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلما ازداد الأدب كلما ازداد الحب والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحب الحب لابد أن يكون عظيما عند المحبوب صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل. وأخرج ابن عبد البر وغيره عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال كنت جالسا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مالك، مع الإمام مالك، فجاء رجل فقال أيكم أبو عبد الله مالك، أيكم أبو عبد الله مالك، من فيكم الإمام مالك يعني؟ فقالوا هذا. فجاء فسلم عليه واعتنقه وقبل بين عينيه، سلم عليه وتعانق وضمه إلى صدره وقال والله لقد رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في هذا الموضع اللي هو جالس فيه الإمام مالك يعني رضي الله عنه، وكان يجلس في الروضة الشريفة يدرس الحديث، ولا يقول إلا قال صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم، يشير إليه. فكان يجلس فرأى، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام جالس في هذا الموضع الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام هاتوا مالكا، هاتوا مالكا، فأتي بك ترعد فرائصك. يعني جاء به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد إيه فرائصه، جسمه كله يعني، هذه معنى الفرائص. فقال ليس عليك بأس يا أبا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك بأس يا أبا عبد الله. شفت طبعا التكنية، الكنية دي فيها توقير واحترام طبعا وإكرام للإمام مالك رضي الله عنه. لم يقل له ليس عليك بأس يا مالك، وإنما قال يا أبا عبد الله، والنداء بالكنية فيه يعني توقير وإكرام. قال وكناك، كناك يعني قال يا أبا عبد الله، أي ناداك بالكنية ولم ينادك باسمك. وقال اجلس، قال اجلس، فجلست. فقال افتح حجرك، افتح الحجر الثياب يعني، افتح حجرك. قال ففتحت، يعني عملت كده.
قال فملأه مسكا منسورا، يعني مسكا مفتتا، فملأه مسكا منسورا، مسك مفتت، لأن المسك ده مأخوذ من دم الغزال، يبقى قطع قطع، خد بالك. فبعد كده يفتت. واحد يقول طب ازاي يعني دم الغزال بيبقى مسك؟ كيف يعني؟ واحد يسأل يقول احنا عندنا في الفقه حاجة اسمها ايه، من الاشياء الطاهرة المستثناة من الدماء، قال المسك وفأرته. في الشيخ الدردير كده في باب الطهارة، والمسك وفأرته. فأرة المسك دي بتبقى بين يدي الغزال هنا في الصدر كده، الأماميتان اسمهم اليدان مش الرجلان، ما فيش حاجة بأربع رجول، لا كل شيء حتى الحيوانات يدان ورجلان، يدان ورجلان، البعير والجاموس والبقر والغزال كل شيء، الأماميتان يدان والخلفيتان رجلان، عشان وانت بتقرأ في الكتب تعرف ايه معنى بين يدي الغزال، بين يدي الإبل، بين يدي البقر، يبقى اللي هي ايه الأماميتان. يبقى في حاجة كده يعني مقدار الرمانة أو البرتقالة الصغيرة كده تخرج بين صدر ايه، بين يدي، في صدر الغزال بين يديه الأماميتين، فلما تستوي يعني تعمل ألم للغزال، فيجي على صخرة من الصخور ويحك كده، فتنفجر الفأرة دي وتطلع كالدم، تتجمد على الصخر وتصير مسكا، تبقى مسك. تصير مسك. يجي العرب بعد كده ياخدوا منها الايه، ياخد المسك ده، ده غالي جدا جدا، يعني الدرهم منه ب500 ريال، الدرهم الواحد 3 جرام وشويه، ب500 ريال اللي هو المسك الطبيعي. ولو رحت عند العطارين هنا تلاقي فأرة المسك دي يعني قطعينها من الغزال وحاطينها في قارورة، وموجود المسك مع الفأرة في زجاجة، أنا شفتها يعني موجودة الفأرة كده والإيه وحواليها المسك. فهنا طبعا يأخذوا من على الصخر، يأخذون المسك ويفتتونه، بعد كده يحل، يتعامل عطر، بعد كده يضاف عليه طبعا شمع ويضاف عليه عطور أخرى، فيصير إيه عطرا غالي الثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمامه مسك كثير مفتت، فأخذ من هذا المسك وأخذ يضع في حجر الإمام مالك رضي الله عنه، وقال ضمه إليك وبثه في أمتي، يعني ضم المسك ده ووزعه على الأمة، بثه في أمتي يعني انصره، ادي كل واحد شوية، هذه معنى الكلام، بثه في أمتي. فبكى الإمام مالك طويلا، بكى يعني لما قصت عليه الرؤيا طبعا أخذ يبكي يعني، وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره،